لا تنسوا الضغط على زر صابوني أو اشتراك جيم ثم تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد في قناة إبداعات فيفي. نرحب بمشاهداتي الوفيات أو مشتركاتي الوفيات، ونرحب بالمشاهدات الجدد. إذا كنت أول مرة تفرجي فيديو من فيديوهاتي، ما تنسيش تدوسي على زر اشتراك وتفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد رانا نديرو فيه. ومرحبا بك معنا في أسرتنا. اليوم راني جبت لكم هذا الموديل الجديد تاع هاد لاغوب. راهو موديل سهل جدا، لو باترون تاعو ولا اسهل وغير مكلف، يعني المستلزمات تاعو باش نطبقوه ماهيش مكلفه، حوايج بسيطه فقط. جبت لكم هاد لافوتو تبين لو موديل كي تلبس كيفاه يكون. هذه لافوتو للامانه راهي منقوله جوست باش تستفيدوا منها فقط. اذا بلا ما نطول عليكم نبداو في الفيديو تاعنا. اذا كما قلت لكم الموديل تاع اليوم راهو موديل سهل جدا وغير مكلف. كل ما نحتاجه فيه هو متر ونصف من هذا الكتان تاع القنادر، هذا الكتان هذا الخفيف، ولازمنا نشمخوه اولا قبل ما نبداو نفصلو فيه. وهادوما هادو نحتاجو منهم زوج، خيروا لا كولور اللي تخرج لكم على القماش تاعكم. دركا نبداو مباشره في طريقه التفصيل. اذا نحكم قطعه القماش تاعنا، نطويها على أربعة بهذا الشكل. دركا الطول تاعنا هو متر ونصف والعرض ايضا متر ونصف. العرض هو اللي طويناه على أربعة بهذا الشكل هكذا. نهزو دركا من هذه من طول القطعه نهزو 42 سنتيمتر، 42 سنتيمتر هكذا. نفصلوا القطعة هذه تاع 42 سنتيمتر بهذا الشكل. دركا هذه القطعة واش راح نديروا لها؟ حابة نخرج منها أربع قطع. واش معناتها أربع قطع؟ يعني راحين نفصلوها من هنا، راحين نقسموها من هنا هكذا بهذا الشكل. ولات عندي ولو عندي أربع قطع بهذا الشكل. إذا هاملي هنا أربع قطع هكذا. من هنا مازالوا ما همش مفتوحين، نزيدو نعاودو نفتحو الجهة هذه من هنا، ونحاول اني نديرهم اربع قطع متساويين في كلش، يعني في الطول وفي العرض وفي كلش. هكذا درك هادو اربع قطع واش راحين يمثلوا لي؟ راحين يمثلوا، راح ما ندير فيهم حتى موديفيكاسيون، راحين يمثلوا هما الامام والخلف. يعني زوج هكذا لصقوهم في بعضهم هكذا، لصقوا في بعضهم جست من هنا فقط من الاسفل، ويوليو هذا الامام هكذا. والخلف كيف كيف راح يجي مطابق للامام، يعني زوج القطع تاع الخلف راح نزيدو نديروهم بنفس هذه الطريقه. دركا نروحو نفصلوا الجهه السفليه، هذه الجهه الاماميه رانا كملناها، ما راح نديرو فيها حتى موديفيكاسيون، راح يبقاو لنا كيما هكا. العرض او الطول تاع القطع تاعنا، القطع الاربعه تاعنا هو 42 سنتيمتر، هذا هو اللي نخليوه كطول. والعرض هو العرض اللي كنا قسمناه، يعني متر ونصف قسمناه على اربع قطع. قبل ما نبدا نفصل في القطعه السفليه، نحي هكا شريط العرض تاعو هو 5 سنتيمتر، نحيه بهذه الطريقه، يعني يكون العرض او الطول تاعو عفوا يكون طول تاعو متر ونصف والعرض هو 5 سنتيمتر كما قلت لكم. دوكا نرجعوا الى القطعه المتبقيه هذه هكذا، ونعينوا فيها دوران الخصر مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر هكذا. جاتنا النقطة هنايا، من هذه النقطة راح نكمل بخط مائل إلى نهاية قطعة القماش. نكمل بخط مائل هكذا،
هكذا ونقص فقط. اذا هاي لكم القطعه بعد ما كنت قصيتها. نرجع لهنا الى الاسفل هكذا، هنا راح نطلعوا باثنين او ثلاثة سنتيمتر ونقوسوا قليلا من هنا، نقوسوا قليلا فقط الفستان باش من بعد كي نكفوه ما يجيناش لي كوتي هذوك ما يجيوش هابطين على الوسط هكذا. نطلع باثنين او ثلاثة سنتيمتر من هنا ونقوس بهذا الشكل هكذا ونقص الزايد دركا. نوري لكم مثلا هذا الامام، راح نحكمه هنايا، نخيطوا من هنا، من هنا نخيطوا قيمة 18 سنتيمتر فقط من الامام، ومن الخلف راح نزيدو نخليوه شوية مفتوح، يعني نخيطوا غير 8 سنتيمتر عفوا من الخلف، ومن الامام كما قلت لكم 18 سنتيمتر. نحكم هكا بلي بيك باش نوري لكم فقط كيف راح تركب لا غوب تاعنا. هاي لكم هكا الامام راني حكمته بلي بيك من الداخل هكذا، وهنا اكيد راح نكفوا الداخل بهذا الشكل هكذا. ومن بعد نجيبوا القطعة الأمامية من الجهة السفلية أكيد، راح نخيطها هنا هكذا، ومن بعد هنا راح نديروا فيه لاستيك هكذا، راح تخرج لي لاغوب. من هنا راح نخيطوا هذا الزاوية هذه هكا، خيطوها مع الخلف اكيد، راح نقفلو من هنا ونكملو الى اسفل لاغوب. وهادو لي مونش هادو راح يقعدو لي مفتوحين، هادو لي مونش راح يقعدو مفتوحين. دركا نمرو الى طريقة الخياطة. اذا اول حاجه نبدا بها في الخياطه هي اني ندير سورفيلاج في القطعه الاربعه من جهه الطول اللي هو 42 سنتيمتر، ودركا نلصق الامامين مع بعضهم والخلفين مع بعضهم. الامامين راح نخيط قيمه 18 سنتيمتر من القطعه اللي طولها 48 سنتيمتر 42 سنتيمتر عفوا. هكذا راني خيطت 18 سنتيمتر. نجيب الخلفين ونزيد نلصقهم من نفس الطول اللي هو 42 سنتيمتر، نلصق 8 سنتيمتر فقط، لانه كما قلت لكم الظهر راح يكون عريان على الامام هكذا. دركا نلصق القطعتين الاماميتين مع الخلفيتين، يعني من هنا من الكتف هكذا، نحطهم فوق بعضهم، الكتف الامامي على الكتف الخلفي، ونلصقهم من الجهتين هكذا، ونزيد اللصق من الجهة الأخرى، الكتفين من الجهة الأخرى وأكيد نعود على الخياطة بالسورفيلاج. هاي ليكم دركا لازمني نكف الرقبة من الأمام هكذا، راح نكف بهذه الطريقة، نرد فقط 1 سنتيمتر نحو الخلف بهذا الشكل، ونكف الرقبة من الأمام حتى نوصل إلى الرقبة الخلفية، ونزيد نروح إلى الجهة الثانية هكذا. نزيد ننتقل الى الجهة الثانية، نكف الرقبة الامامية ونرجع الى الرقبة الخلفية، وبهذا الشكل نكون كفيت الرقبة كاملة.
هكذا. دركا نروح نكف اليدين. هاي ليكم كيف خرجت لي الرقبة من الأمام ومن الخلف. دركا نكف اليدين كما قلت لكم، هادو اللي كنت ديجا درت فيهم سيرفيلاج، نطويهم مرة واحدة فقط هكا طية واحدة، ونكف الذراع هكا من الأمام حتى نرجع إلى الخلف هكذا. نكفو أيضا من الخلف، والجهة الثانية أيضا نديرها بنفس الطريقة. دركا نرجعو إلى منتصف الأمام لهنا، نجيبو القطعة السفلية ونحطو الوجه الصحيح على الوجه الصحيح هكذا، ونعينو منتصف القطعة السفلية ونحطوه فوق منتصف القطعة الأمامية، نحكمها هكا بإبرة ونبدأ نخيط فيه بهذا الشكل. هكذا اكيد القطعه السفليه مش راح تجي قد الاماميه، يعني نخلي الزايد من الجهتين من ومن. دركا بعد ما نكون لصقت الجهه الخلفيه ايضا بنفس الطريقه، دركا نلاقي الامام والخلف مع بعضهم ونلصقهم من جهه. نخلي هادو الذراعين اللي راهم مكفوفين هكا خليهم، نخيطش منهم، نجي من الاسفل تاعهم ونخيط هذه الزاويه، هذه الزاويه هكا، ونكمل نخيط الى نهايه الفستان، ولكن راح نخلي فتحه من الاسفل طولها هو 30 سنتيمتر، يعني مش راح نكمل الى النهايه لتحت كامل. دركا قبل ما نقفلوا الجهه الثانيه نرجعوا الى التقاء الامام والخلف، نخليو هكا هذه ضلع الزاويه اللي ما خيطناهش قبيل مع الجهه الخلفيه يعني تاع اليدين، ما نبداوش منه، نخليوه ونبداو نلصقوا في هذا لاستيك هكا على طول الالتقاء كامل. هكذا بهذه الطريقه، وكي نرجع لهنا لليد الثانيه ما نخيطش منها، ها هي هاي ليكم اليد الثانيه ما نخيطش منها، ونروح نكمل الى الالتقاء الثاني من الخلف، يعني بمعنى انه لاستيك راح يكون فقط فوق التقاء الجهه العلويه مع الجهه السفليه فقط، الزايد اللي خليناه منه من تاع اليدين ما نحطوش فوقه لاستيك. لو من بعد نعاودو نلاقيو الجهتين الاماميه والخلفيه من الجهه الثانيه اللي ما خيطناهاش، ونحبسو هنا عند لافونت. هنا راني نوري لكم فقط هذه الزاويه ما يكونش فيها لاستيك، يعني ضلع الزاويه ما نديروش فيه لاستيك، وهذه ها هي لافونت من الاسفل هكذا، نطويها طيه اولى ثم طيه ثانيه ونكفها، نكف الجهه الاولى تاعها ونزيد نرجع الى الجهه الثانيه ونكفها. وبعد ما نكون كفيت الفتحتين اللي من اليمين ومن اليسار، نرجع الى اسفل الفستان من الامام ونكف هكا، نطوي طيتين، الطيه الاولى ثم الطيه الثانيه، ونكفو عادي، ونزيد ندير الخلف بنفس الطريقه، ولا نكف الخلف بنفس الطريقه. دركا نجيب الشريط اللي كنا قصيناه قبيل، نطويه طيه واحده فقط بهذا الشكل، ونجيب هذه الكارنيتور هذه نحطها في الوسط ونخيطو هكا، يعني نكف ونخيط هذيك لا غارنيتور في الوسط. نزيد الجهه الثانيه تاع الشريط بنفس الطريقه، نطويه طيه واحده من العرض بهذا الشكل، ونحط لا غارنيتور في الوسط ونخيطهم. هكذا دركا رايحه نكف هذا الشريط، نطوي طيه واحده من اليمين وطيه واحده من اليسار، تقعد لا غارنيتور في الوسط اكيد، ونزيد نطوي الطيتين فوق بعضهم ونخيطهم الى نهايه الشريط
هكذا هاوليكم، ولا لي شريط طويل راح نقسمه على اثنين بهذا الشكل. اكيد يكون يدير لي قطعتين متساويتين. دركا نجي هنا الى التقاء الكتفين، نحط بعد 1 سنتيمتر على التقاء الكتف، يعني من جهة الخلف، ونلصق اول شريط، والشريط الثاني ايضا لصقه في الجهة المعاكسة لهذه الجهة بنفس الطريقة. وبهذا الشكل خرج لي الفستان بعد ما كنت حددته جيدا بالمكواة. هاوليكم كيف خرج. لهنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو، ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله اللي تطبقها ما تنساش تبعت لي تطبيقاتها على الحساب الخاص تاعي باش نحطهم في الجروب تاعنا، هكا باش نشجعوا كامل بعضنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.